أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر برحمتك آمين. وبعد، بياري خواي قورا سبحانه وتعالى لجلسي سيسدو بنجاو السومي تدريس كتاب الفقه المنهجين جلدي السوم لا فريد ويستو شهلو يكم قيشتنا كتاب الوديعة بحثي وديعة يكتل بابايا مباحثي كل بحثي معاملات بحثك. وديعة تعريفي شيء تعريفها هي في اللغة ترك الشيء عند غير صاحبه ليحفظه. وديعة للغة رها كردنو جيشتني شتيك لاي غير صاحبي أصلي خويا بؤوا بيبارزي وحفزيك نقهداري ليكا. وتطلق على الشيء المتروك، يعني جار أما فعلا معناه مصدر يكيب ترك كردن بخودي شيء متروك كيج بخودي أو شيء إيش كدرياجة لين فريق بخوي شيء إجن وديعة. بس هم بترك كردن وجهش نشتكى وتري وديعة، هم بخودي اشتكيج وتري وديعة. مشتقة من الودع وهو الترك، كما مدلشي مشتق رياجة أم وديعة لودع، ودع إيش همان ترك للغته. ورد في الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. دس أكيشن أقوامك خلكان لودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات لترك كردني نويجي جمع كان دس أكيشن يا خوافنا من با الله ختم مور أكتبه سرد لكاني أنا إتر بو هميشة جزي غافلان أبنو بيدار نابنو، واضح. والمراد بقوله ودعهم الجمعات أي صلاة الجمعة وتكرار ذلك منهم. ها ودعهم الجمعات يعني كابرا بيدر بي نويجي جمعة ترككا ديشون بنويجي جمعة تركي واجبك وبيبيت. بس أمك أمخلك أمكارة ترككا يا أخوابنا مبا غزبي خواش عمليا بيتو جزي غافلان. وهي في الإصطلاح الشرعي، وديعة الإصطلاح الشرعية تطلق ويراد بها الشيء الموضوع كما تطلق بمعنى العقد وهو الإيداع. بس وديعة الإصطلاح الشرعي إطلاق كريم مثلا فرمي أما وديعس إطلاق كريم لسر خدي شيء موضوعك أو شيء بوديعة تان رياجة فيها وتري وديعة هروها إطلاق لسر عقدي إيداعك جاكري. وهذا هو المقصود في الباب غالبة. بأم باب بحسي أم عقدك عقدي إيداع عقدي وديعة. وهي بهذا المعنى توكيل في حفظ مملوك أو محترم مخصوص على وجه مخصوص. أما لإصطلاحا توكيل، توكيل يعني شي توكيل يعني شي كسب كيت وكيل، وكيل قرتني كسب وكيل دانانا بو حفظ مملوكك. مملوك يعني اشتك وملكي كسك وأكري شرعا بيت ملك أم كتابة أم كراسة أم نازانم وسيلة مملوكة كسب كيت وكيل يجي أم وسيلة لا يتوابي ببارز وحفظك تاتيمو. أو محترم مخصوص ياشتكي محترم كنابة مملوك ولي مخصوصة، يعني شي مخصوصة ولا جردسي كسي كتابتا. إما أقر لبيرت أنا بيلا أوائلي باب معاملاتا بحث ما أكر شرعاش مسابي إما فرميشي اشتوكو ساق اشتوكو زبل فضلات حيواني خريدو فروشي دروز نبو. أما دسي بسر بقريتو إصلاحا مختصي توبيت أدروز بو ولا بر لا بردني دسي جلسر أو داني بكسي كتر أكرياشتكي لبران برا بقري الان شتي وكو ساك چون ملك خريد وفروشي لما سبي ما دروزني بينا وتري مملوك بي وتري محترمه، يعني شي محترمه ناتوين لبيني بري مخصوصي كان متعلقه بم شخصه. بس شتي كي محترمي مخصوص كتو على وجه مخصوص ام نقهداري شو ام حفزي شا على وجه مخصوص كتو كسي اجري ووكيل يجيب له ام شتبو من راقره وحفزي كتاتينو. والمراد بالمملوكي ما يصح تملكه شرعا، مراد من بمملوك ليراتيه او شتيك شرعا دروز بملكيتي دربيري
بكيت ملكي خود وقت ملكي جبو چيه ملكي جفروش ري اتواني هبيك اتواني بفروشي وان بعض ست فروش وخريدي چي بو جائز نبو كايسو كوچي اما ما يصح تملكه شرعا كالاعيان الطاهره والمباحه الاستعمال وكو او عينانيك طاهر بن اول النجس نبن وهروها استعمال شيئا مباح باستعمال ان حرام نبي مثلا الاتي له طاهرا بلا ما بيني شي حرام استعمالها والمراد بالمحترم المخصوصي مراد اشمان بمحترم مخصوص كلا تعريفك هاتوا ما لا يصح تملكه شرعا ولكن يصح وضع اليد عليه والاختصاص به مراد من بمحترمي شرعا چيه او يكوا شرعا صحيح نبي بملكي خوتي دربيري بلان دز بسر قرتنو دسي بسر دابنيتو اصطلعا اختصاصي بتو بيد يا بكسي كتابه چيه شرعا درسته مشكله كينيه كالكلب المعلمي وكو سجي تربية دراو تعليم دراو ومعنى محترمين معنى محترمي لراء كيميجين چيه أي غير مأمور بإتلافه يعني أمر نكرياغة تلافيكي برخلاف شراب مثلا خمر أمر كرياغة تلافيكي آلاتي له لمذاهب أربعة أمر كرياغة چي برساسي أوي لفهم مذاهب أربعة للنصوص تلافيكي وسنوضح هذا عند الكلام عن أركان الوديعة أميشا بيشتر توضيح عدين لكاتي سخن وبحث كردن لسر أركان وديعة خم مشروعية وديعة مشروعيتها الوديعة مشروعة وقد دل على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع بكتاب سنة وإجماع وديعة مشروعة أما القرآن فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها خواهي قولا أمثانك أماناتكان بدنو بأهلي خوي يكي الأمانات وديعة داخلي چيه به نوع أمانات وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته أجر بعضك تان بعضك تري بأمين قرتوشتيكي للا دانا بأوي وبأمين قرياغة أمانتك خوي أدابكاتو والأمانة لفظ عام يتناول كل ما استحفظ عليه الإنسان من دين أو عين أمانة لفظك عامة شامل تواوي أوشتانيك واستحفظ عليه الإنسان لإنسان طلب كرياجة بوية حافظي أو إذا الدين بي يا عين بي هاتشي ممكن تو شتيك هالا لا عيني منها بي دينك أدايك تو أمانتك بينبرو يا عينك أما هالا لا تعبي بي دي توب من والائتمان على العين هو الوديعة إذا ائتمان على العين كسب أمين بقري لسرشتيك عين همان وديعة تقرر يوم إجي أم كتب الله إن جناتا بيتا أروم سفروتين أما عين كابرات بأمين قلت ولا لا تدانا وأداؤها يعني إذا أدائي أمانتك يعني شيء أن يكون المؤتمن موضع حسن ظن من ائتمنه فيحفظ ما استودع عنده أو ائتمن عليه ويرده على صاحبه أجي أنا كان بيلي تسريان أو أني شقشتي منصوب خونه أن يكون المؤتمن موضع حسن ظن من ائتمنه يك مؤتمن بأمين دانراو بأمين جيراو كسيك بي محلي حسني ظني أوي بيك بأمين دانياغ أو بأمين قرتوه نتيجة فيحفظ ما استودع عنده أو أؤتمن عليه حفاظتك نجهداريبك أو شتيكوا بوديعة لاي أما دانرياغ يا أم كراوة أمين لسري وأمانة دار لسري ويرده على صاحبه همچنين يرده على صاحبه وقت خويت يا بيش دا بداتو بكي صاحب أصلكي بما يجن شي معناي أداؤها والأمر برد الأمانات وحفظها يتضمن الإخبار بمشروعيتها أما كل شرعها تأمرك فرمي أمانات كان راقر وحفظي أن كانوا وبيدنوا بصاحب كان يعني خوي بخي يعني أمانة داري وديع جزاري وديع ورقر تنشي مشروعة هل يبوي؟
وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أمانة أداب كرو بدرو بكسيك وتوي بأمين زاني وبأميني قرتوي خيانة مكة بكسيك وخيانة بيك لا تخن من خانك توخ أهلي خيانة مبا تماشان لا تخن من خانك خيانة درهن حال مزمومة ها خيانة مزمومة أما تحقي قدور بقريتو لكسي خيانة ني نابتو خيانتك مسلمان نابي خيانتك. وجه الاستدلال بالحديث هو نفس الاستدلال بالآيتين هرا أوك ما دام فرمي أداي أمانتك يا وديعك وديار أصلك مشروع. والرؤية أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع لأهل مكة رواية كرياقة في غنبري أكرم عليه الصلاة والسلام وديعها يكي أهل مكة للابو عليه الصلاة والسلام كاتك هجرتي كرت. فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن بركة الحبشية حبشية رضي الله عنها كاتي يويستي هجرتك أمانتكان ودائعكان دانا للاي أم أيمن كناوي بركبو حبشيبو رضي خوالي بي وأمر عليا أن يردها على أصحابها أمري شكر فرمي حضرتي علي أم ودائع وأماناتان شبكا بداتو به صاحب فاني واضح عبر أميش السنة. وأما الإجماع فقد اتفق علماء المسلمين في كل عصر من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على أن الوديعة جائزة ومشروعة. علماء مسلمانان لهمو عصرك لدوري صحابة تا أمروش همو يعني اتفاق نظر يعني ذا سر أمك وديعة جائزة ومشروعة مشكلة كت يعني حكمة مشروعيتها واضح أن الحكمة من مشروعية الوديعة هي التيسير على المسلمين وتحقيق مصلحتهم ودفع الحرج والضرر عنهم واضح حكمة لمشروعية وديعة آسان كارية لسر مسلمان محقق كردني مصلحة مسلمان ودفع حرج وضرر وتنجيل سريانة في الواقع النياز به كابل جاري واسقوي لما الله هيش إناتوان اشترى قريبي ذات الهيكس فهم في حاجة شديدة لأن يستعين بعضهم ببعض لحفظ أمواله وصيانة أمتعته. فزمردم نيازمن ده يا مسلمانان ومردم كل نيازمن دي حاجتي شديد يا نزبوه يا المتي وربقرن ليكتر بو حفظ أموالي وهروها صيانة باراستن وحفظ متاع كالاكانيا. فقد يكون لدى أحدهم مال ولا يكون عنده موضع أمين يحفظه فيه. ممكن كسي كان مالكي ببي بلام شوينيكي أمني نبي لوي مالكا نقاداريكا أو يكون عاجزا عن دفع الأيدي الآسمة عنه يا عاجز بي ناتوان بي لدفع كردنو دور خسنوي دست هاي قنهكار ودست هاي متجاوز لسلام مالا ممكن والا او مالا دار والا شوينيكا ولي در صلاة اويني برقيريكا دزي بيت مال قرج مالك ايوه. ويكون هناك من عنده حرز لحفظ هذا المال ممكن كسيق موجود بك حرزي به حرزي يعني مكاني كي ويجو تايبت بحفظي هرشتك مكاني كي تايبت از قاو صندوقي كي زور قوريز لمالام كابرا كس بازي نتواني بك بحملي شي ممكن يدوسي تونة. ولا يصطلى له بنار ولا يصطلى له بنار أم لا يصطلى له بنار اصطلاحك ومعنى أوساء هيج كسي حقي نية ناتواني لبر شجاعته لبر مكانتي نزيكي بيته. لا يصطلى له بنار لا ينبغي الاقتراب منه أو الاحتكاك به لشجاعته أن لبر غيرته شجاعتي كس ناوير نزيكي بيته دس رجيل سرك يعني كسيك إذا لا يكسيك إنسانك غيرتي وشجاعة ومكانتي يس كس ناويرتو كس قمان بسر يعني كبروا دس رجيك على سر مالو أمواليه. نتيجة فلا يجرؤ أحد من السفهاء أن يقترب من داره أو مخزنه فيستودعه ماله. نتيجة كسيك للسفهاء جرأتنا كان زيكي مالي أو كابرا بيتو يا مخزن قاو صنقي أو بيتو نتيجة أو شخص يستودعه ماله مالك أيدا لايكي لايشنين كسيك.
وقد يكون أحدهم يريد سفرا لقضاء مصالحه ولا يأمن أن يترك ماله وما لديه دون رعاية أو إشراف. ممكن كسي كان غريكي ب سفر بكابوشي قضاء مصالح كاروباريكي خاطر أمين جنية لا يأمن لأمانة نيك أمنيتي نيك مالكي وهرش سهالة لا يلام وسائل وانا رهايب كهروها ببي مراعاة سرفرستي وإشراف نقهباني حيث يجد من أمد شون جيب الله بتهبت أمره وعقان أمره مصيبته وعقان أمره مصيبته بتهبت للزور إلى أفارتمانا كان يا ملاتانا شعراني ترى شعر قورا كان كهوسي لهوسي نابرسي بوي مهم نيك كيز درقاي أمال بازك حر بوي مهم نيك وسا حتشي كستواني بروا وكو كليد بازي كاتو بروا تناو وسلا ما قعن مشكلة عمامرو ودزي فريج روي دا عمامرو. وكذلك قد يكون اقا يكتر بنازل واني كابرا بوي مهم بيتقي كويت بيتدر واني ولي بوي مهم لو شارة قورانا متأسفانا. وكذلك قد يكون المرء في السوق فيشتري من السلع ما يحتاج إليه من مواضع متعددة. مثلا ممكن بياوي لبازارا بي چندین کالای گرکه لب دوکانه کیسه درنج سینه اروات اولا مثلا برای سوزی سینه لولا اشتی تر سینه خو ناتوانه هموی و دست حلب گری لای دوکانه که هجی پیاتی که اما لای تو آبی تاتیم الان اما لماجگه تران اوامانه کرد لماجگه تران شرخی تو سوح تاور کتیو سینه کتیو کان لای غرفه که هجی پیاتی که کتیوانه لای تو آبی هرسن او سالا کتیو زور من لدست چو مشخص نو چی پیات فيشتري من السلع ما يحتاج إليه من مواضع متعددة لشنانك متعددة نيازي أزم كالابسيني ولا يتمكن من حمل هذه الأمتعة والتجول بها من مكان لآخر مكانني أمحمو وسائل هل بقري سيتوار كارتون كتير وسندقات شون هل يبري لم غرفة بيوي بو غرفة خو أمريت نتيجة بوي مهم ناتوان التجول بيقري تكي أنا بقري تكي خوي أنا بيان قريني لمكان بمكان تر نتيجة فاستودعها من يحفظها له إلى أن يقضي عمله بودي أدعي أني لا يكسك حفظي أنك أبوي تاكاتيشي عملك دواي بكارك دواي. وكثيرا ما يقتني الناس سلعا قد لا يحتاجون الآن يحتاجونها الآن وإنما يحتاجون إليها في مستقبل الأيام ولا يجدون المكان الذي يحفظونها فيه من في دورهم ونحوها. زورجار يقتني أسيني را أقري لي خويا بدستيري مردمشي سلع كالا هاي كابرايك يختالك الدقلو سندوة كرانشينة يجي تا عروينا مالي تازي خومان أم يختالك جيمان نويتو بيعوتي كبالو دوكاني توابتاتي تا وقتي ككارا كمان ركا كيو أما واسا قد لا يحتاجونها الآن إذا ممكن نيازيان بي نبي وإنما يحتاجون إليها في مستقبل الأيام لا آيان دا نيازيان بي هز بلام لا يجدون المكان الذي يحفظونها فيه في دورهم ونحوها بلام مكان بيان ناكن كإسا نقاداريان كابويان لما لكي خويانا لشويني كآوادا نتيجة با ودي عداي أني لايكا سيكا إذا موكو وفركا سيكا زو سيليك إسا جي غيني جي دابرا قالي تازي سنگا مالي تازي كرغسو ما طلب رواتنا مالي تازكاني جينا بيتو جمعنا لأنباري إيواء بيتال وقتك وارونا الله مثلا. فالحاجة داعية في كل ما سبق إلى الإيداع والاستداع حاجة لتواوي أوي واتوزيح دريا وبحث كريا داعية بانقك ودواءك بوشي إيداع توب ودي عدابني استداعي كسب ودي عورقر دواي ليبكيتو ودي عدبو رابقري. والله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خواي قريجة فرمي خواه آساني بوي وقرك سقتي وتنجي بوي وقرك نيتي بوي لشرعيا أما سليش هيا. فمشروعية الوديعة تيسير ومنعها عسر. مشروعية وديعة آسان كارية ومنع كردنشي سقتي وحرجة. وهو سبحانه يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. خواهی گوره خواهی که افرمه لسر کاری باشه و تقوه یارمتی یکتر بن بلام لسر گناح و دجمنایتی و دزدریجی سر یکتر یعنی یاری یکتر مدن. و فی مشروعیتها تعاون على البر ومنع من الاثم والعدوان والله تعالی عالم.
لمشروعيتي وديعة هم يارمتي دانا لسر شاكا هم منعيش لقناح لعدوان شن قتوه كابرا فقير بيد الصلاة الريب يدي يكي بما لك يبوه والله تعالى علم حكمها حكم وديعتي هيا واجبة مستحبة يتناول الوديعة الأحكام الخمسة وهي أحكامي خمسة شاملي وديعة ابن الأول الاستحباب أول دانيا استحبابة فالأصل في الوديعة أنها مستحبة أي مندوبة أصل وديعة أميك وديعة مستحبة مندوبة يعني سيكي باشتو قيشيك عند صلاة جيغاتز كابرا وسيلة بير الله تويا دابني وذلك إذا كان الوديع وديع بكيجن أو كسي وديعكي للا داءن ريت وديع أو كسيك أمانة كرا عقري إذا كان الوديع قادرا على حفظها أما كاتك وديعك قادر بلسر حفظي أم وديعه واثقا من أمانة نفسه لأمانة نفسي خيش به اتمنان به وكان يوجد غيره ممن هو مثله في الأمانة والقدرة على الحفظ همشنين كسي كيتر وكو خوي أمانة دار وديع موجود بك وكو أم لا حفظ أمانة قدرة لسر حفظة عيني أمبت يعني يجي كسي كيتر موجود بو أويته مستحب ممكن حالت ببيتي حالت ببي أسان كسي تر موجود نبي بتواجب لسرتو أو كاربك وذلك لما فيها من عون المسلم لأخيه بوشي مستحبة شن يارمتي دين مسلمان ببراكي ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه خواي تعالى ياري بند أدا ما دام أو بند ياري براكي با الجزاء من جنس العمل بس أما حالتك لأصلا مستحبة الثاني الوجوب ويصبح قبول الوديعة واجبا على الوديع جاري واهس قبول وديعة لسر وديع لسر أمانة دارك تيبي واجب أبيت كي إذا عرضت عليه وكان أمينا واثقا من أمانة نفسه وقدرته على حفظها ولا يوجد غيره مثله أجر كاتك أم وديعة عرضك رياسري وخوي بخوي أمين به مطمئن بلا أمانة داري خوي ولا قدرتي لسر راقرتن وحفظ كردني أمكال أم وديعة وكسك تريجوك أو موجود نويت لأن في عدم قبوله لها تضيعا للمال شن لراءق قبولينكا تشيبه مالي أو كابرايه ضايع به وفي قبولها صيانة لمال غيره لقبول كردني أم وديعيك صيانة بمال تماشا الشرطة كانت تماشاك أزاني مطمئن والله براك أو صندوقي كي هزن دازي متاقى توب كاري لناكا حيش مشكلة كينية دي براك ما بي خطوينو نا حرجي بو إجادة بي نا مشكلة بو إجادة بي مطمئن هيج دردي سري كينية بوي دي باشا لولا مالي كابرا خريكا تالانا بي دي بي خيوي أوها أنا بزاني براك منيش بخواه كوتو مالي من بي درو پيكارا داريكا قوفيكا بكلي دي بازا بي مش إرائي قرمو منيش مشكلة بوي أو نا بس وفي قبولها صيانة لمال غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال بيغنبر عليه الصلاة والسلام نهي كردن لزايع كردني مال وبيّن حرمة مال المسلم وحرمة احترام مال مسلمانه درخست فقال حرمة مال المؤمن كحرمة دمه حرمة مال مسلمان وكو حرمة خويني مسند أحمد أوار المبا فكما يجب على المسلم أن يدافع عن أخيه ويصونه ومن أن يسفك دمه هل وكتون واجب لسر مسلمان دفاعك لبرا مسلمانك وبي باريزي وحفزك لوي خويني برجيت بنا حق كذلك يجب عليه أن يحافظ على ماله إن خاف ضياعه همشن واجب لسري حفز مالك أو بكات أجر ترسال لويك مالي أو شبه ضايع بيت بس انتقدك كابرا لشون لك خليك مالي كابرا كاوله لك كاري كل دستي واجب بيك الثالث الكراهة حكم سومك شاملي وديعة بجاربال كراهة وقد يكون قبول الوديعة مكروها في حق الوديع جاري واس قبول كردني وديعة لحق وديعة أو أمانة كور أقري وديعة كور أقري لحق أو مكروه بو وذلك إذا كان أمينا
وقت عرضها عليه ولكنه لا يثق أن يبقى أمينا في المستقبل. أميجا كاتيك لكاتي عرضي ودي أكل سري أو كبيجن أم ودي آلا يتواب ودي أوري بقرا أمين به بلام ثقين به لخوي هرب أم أمانة دارية بمين تولى آيان دايا أبت بهر دليلك أزاني من عليك هز لما الله تشتون أخوة فنام يا رب العالمين تزريجية كالا سر أملاكي وانا تشتاني كي أوا برحال نتيجة فيكره له قبولها خشية الخيانة فيها وتضييعها على مالكها نتيجة مكروها قبولي أمبكا هاي لا يثقو چونك تشيه متمئنية نوعك احتمالي إن دا بس كراهاتي الباوري نقري أقا متمئن بأمينية كحر حرام هو اللي متمئنية أمين بميني مكروها چون ترسيلة خيانتي كستيانة وتضيعي أو مالا لسر مالكا كي متأسفانا مالكا أو مالكا زايع بكا يا زايع بيت. الرابع التحريم أي يحرم على الوديع قبول إيداع ما عرض عليه إيداعه حرام لسر وديع قبول كردني وديع داناني أو يواع عرضك را وتسرب وديع للايابت بوديع ورقرتني أو يواع عرضك را ولسريك بوديع وريبقري وذلك إذا كان يعلم من نفسه العجز عن حفظها أمي شكاتك كخوي بخوي بزاني عاجزة التي لحفظي أم وديعة لأن في قبوله للوديعة والحالة هذه تضييعا لها شو وقت توب وخد أزاني ناتواني حفزيك قبول كردني وديعة لحالك واينة زايع كردنيتي وتعريضها للتلف لعرضي التلف لبين شون قرار داني وديعة نتيجة فيدخل تحت النهي عن إضاعة المال داخلي شبه أو نهي كلا إضاعة مال وارد بوغا. الخامس الإباحة بمعنى أن للوديع أن يقبل الإيداع وله أن لا يقبله أتواني قبولك أتواني نيكا ويستوي الحال بالنسبة إليه بالنسبة أم نفريك سان قبولك نيكا هرد مباحا كي وذلك في حال أنه لا يثق بأمانته في المستقبل أو كان عاجزا عن حفظ الوديعة وعلم المالك المودع بحاله ورضي بإيداعه إيداعها عنده فرقيتك حالتي سو ما تشيبو إجيل لم حالتك زمانك أو كابرا وديعة متمئن بأمانة داري خوي لآيان دا نبيت إيسا هزولي لآيان دا يا عاجز بالحفظ وديعك بيجي برا بخوة مالكي من الخوتة زاني وكو مالي خوتة ولي مالكك ومودعة آقاهي بلم حالة بزاني بالله أما من أزانم وكو من وزد وكو منه رازيج ببمك للاي او عداي بني اتا امكاتا مباحة بوهي بقري چون خودي كابرا رازي بوغا اما احسي بعدي اركاني وديعو شروط كانيتي با اركانا كاني بخوينين ها اركان الوديعة وشروطها لعقد الوديعة أركان ثلاثة هي العاقدان والصيغة والشيء المودع ولكل منها شروط عقد وديعة سير ركنها كعبارة لعاقدان أو دون فرع والصيغة كي وأو شيء كي مودع بوديعة داء أنرت وهر كاميشان شروطك واردو العاقدان وهما المودع المالك مودع يعني وديعة جزارك مالك المالك للشيء المودعي مالك أو شيئا وديعة جزاء وديعة قرار دراوة أميك والوديع هو الذي وهو الذي تعرض عليه الوديعة ويستحفظ عليها وديع إشكيس أو كسسوا وديعة كعرض أكريت السري وداوي لأكري بعنوان حافظ أو وديعة قرار بقري بعنوان حافظ قرار أكري لسرتي وديعك ويشترط في كل منهما أبي حركام لم دودسا دون فرا أم شرطاني تيابي أهلية التوكيل لأن الوديعة وكالة في الحفظ أبي حركامي كان أهلية توكيل كسب وكيلي خوي بقري ونفري بكات وكيلي خوي تيابي أمي شكيس بالغ وعاقلة شون كتشيه
وديع وكالتي تلفك تو كسب وكيل قليل صار حفظي مالكت. نتيجة فكل من صح توكيله صح دفع الوديعة إليه. هر كسك دروز به خوي بو خوي بيكي توكيل دروز تيساشي وديعي بي بي. وهر كسي بتواني كسي كتر بكا وكيل بوي دروز توديع أبدا بلاي كسي كتر. ها فكل من صح توكيله صح دفع الوديعة إليه. هر كسي دروز بو بيكي توكيل دروز تيشا وديعكي بديت الله. وكل من صح أن يوكل غيره صح إيداعه عند غيره. هر كسي دروس ببوخوي وكيله كتر بقري دروس تا أميج شتب داتا لاي كسي كتر. وسيأتي معنا في باب الوكالة أنه يشترط في الموكل والوكيل أن يكون كل منهما عاقلا بالغا تصح مباشرته التصرف الذي وكل فيه إن كان موكلا والذي وكل فيه إن كان وكيلا. لبابي وكالتا تذكر كريم إن شاء الله شرط دان راو بو موكل وكيل أن يكون كل منهما عاقلا بالغا. هر كامي كان شي بي هم عاقل موكل كيز أو يوا وكيل أجري هم موكل هم وكيل هر ديان باغل بالغ وشي بن عاقل بن. تصح مباشرته التصرف الذي وكل فيه إن كان موكلا دروز ببويان بخويان مستقيم مباشرة أنجام داني أو تصرفيك وكل فيه كسيكي كردو توكيل تيايا إن كان موكلا. أنا الآن موكل يجب راتو بجي قاي من أو سيغي أو ينبر عهده بقرا بجي قاي من توكيلي من النكاح على طلاق أبي خوي جاري خوي بو خوي چي بي أو كاري كيس وكيلة كيكا خوي شي بو خوي دروز ببيكا ويشي بوخوي دروز بيك يعني هذا حد دروزني بيك هذا وكيل وقت تو وكيلك فرع على أصلك لموكل وقت موكل بوي دروزني وكيل يجر دروزني والذي وكل فيه إن كان وكيلا وهم شنين أبي شو أكره وتوكيل بوي دروز بمباشرة تصرف كبكا أجب وتوكيل. فلا يصح أن يكون الصبي أو المجنون مودعا أو وديعا. بس صحيح نية منال ياشت مودع يا وديع بي كيس أخوان ما مودع وديع جيبون لأن كل منهما ليس من أهل الوكالة لأنه غير مكلف. شونك هل كام لم دوانا أهل وكالة نين شونك تشين غير مكلف. وكذلك لا يصح أن يكون المحجور عليه لسفه وديعا. هم شنين كسي كيج لبر سفاهد محجور عليه قرار درياغ دروزني وديع بيت أمانتك للا دعم أو سفيها خوي بوخينات وأن مالي خوي راقري. لأن الوديعة تصرف مالي وهو محجور عليه فيه. وديعة تصرف مالية محجور عليه لسفاه محجورة لتصرف مالي. وكذلك لا يصح استيداع غير المسلم مصحفا. إذا بعض الشيء تريشه تايبة دروزني لا يفركسك بوديعة دايبني مثلا مصحف دروزني مصحفي شريف استيداع غير المسلم مصحفا. مصحفي شريف بوديع دابني لاي كابري كافره دروزني كابري غير مسلمان بقري بوديع هو مصحفي كي لا دابني لانه لا يمكن من حمله ومسيه شنو اصلا كافر اجازه في ندرا وجيبك حملي مصحفك مسي مصحفك ليس شلون بوديع على لا يدعني. فلو اودع احد شيئا عند واحد من هؤلاء فتلف لم يضمن. اگر كسك شتيك لاي أم دسك ذكر كريا منال شيت محجور عليه لسفاهن يا مثلا كافر بلما ورد خاصة دا داينا تلفبو أو وديعة ضامنية زمانتي ناكا بوشي چون أهليتي هنبو لأصلا. وإن قصر الوديع في الحفظ حر چنده كم كاريشي كردو بي لحفظكا وديعك لأن المودع قد قصر في الإيداع عنده چون خدي مودع لأصلا كم كاري كرت لويك بعنواني وديع لاي أوانا دايني. الصيغة ركن دوم وهي الإجاب والقبول وذلك بأن يقول المالك المودع أودعتك هذا الثوب ويقول الوديع قبلت. صيغة كجوس مالكي كمودعي في أجين بيجي أودعتك هذا الثوب أم اللي باسمه بوديع لاي توادانا وديع إجبيجي قبولهم كرت.
ويمكن أن يتقدم كلام الوديع على كلام لمودع. لا يوجد لمودع يا المودع. المودع من بويا أوقن مو الفلام الكينكوت على كلام المودع ودرستر. خب ويمكن أن يتقدم كلام الوديع على كلام المودع. أتواني كلامي وديع إيش بخريت بكويت فيش كلامي مودعك كأن يقول أودع عندي ثوبك هذا فيقول أودعت بيجي أو لباس تلايمنا بوديع دابنا بيجي بيجي أو دامنيا. ولا يشترط أن يكون لفظ من العاقدين شرطنية هردو ترف بلفظ بيجيتي يكي كان بلفظ بيجي كفايتك يا وديع يا مودع بل يكفي أن يكون لفظ من أحدهما وفعل من الآخر كفايتك أيك كان بلفظ بيجي أودعتك أجوري بقري بدس. فلو قال المودع أودعت كتابي هذا عندك فاستلمه الوديع كفى. أجا مودعتي أو مكتبي خم لا يتواب وديع دانا أجهر بدز ولي بقري كفايتك. وكذلك لو قال الوديع أودع عندي متاعك هذا فدفعه إليه المودع المالك ولم يتكلم صحة الوديعة. هم جين أجا وديعك بيجي أما تعتل لا يمنا بوديع دابني أميج فدفعه إليه المودع مودع جاوى دايبي مالكك ولم يتكلم هيك نود صحة الوديعة وديعك صحيحة. ولا يشترط أيضا أن يكون صريحا في الوديعة الشرط يجني حتما لفظي وديع ايتيابي صراحة بل يكفي أن يكون اللفظ كناية مع نية الوديعة ووجود قرينة تدل عليها كفايتك لفظك حتى كناية يجبت بلام قرينية كيتيابي نيتي وديعيش تيابي نيتي وديعي تيابي قرينية كدلالتك على سلاميك أما وديعس مثلا كأن يقول ضع لي هذا هذا عندك ضع لي هذا عندك أما بو من دابن لا يخوتا أو خذه أمانة يا أما بأمانة راقرة واربقرة أو أن أنبتك في حفظه توم كردي جينشين يخوم لحفظ أم اشتدى ويقبضه الوديع وديع جولي بقري تاو شرطي ركني سوم الشيء المودع الشيء المودع الشيء كمودع ويطلق عليه لفظ الوديعة في أكثر الأحيان إطلاق كريتا سريشي لفظ وديعة لا أكثر أحيانا أكثر أحيان بيوتريشي وديعة ويشترط فيه أن يكون محترما أي مملوكا أو محرزا أبي محترم بيت محترم يعني شيء مملوك بيا محرز لحفظ كسي كابي لاختصاصي بكسي كابيت ولو لم يكن مالا أجر شيء مال يجنبيت مال النبي وكوش شيء وتمان مال النبي وكو مثلا أويك ساك مثلا وكو فزولات حيواني كبوكود استفادة كرين لإصلاحه لما سبي إمام مال نية فلام شيء محرزة ولا دسي كسي كا ولا اختصاصي بكسيكس أي غير غير ولو لم يكن مالا أي غير متمول شرعا أجرش الشرع نج مال أرزش دار نبي أرزشي مالي نبيت مثلا كحبات قليلة من الحنطة مثلا حبات قليلة لحنطة إذا شوار دانة دانة فنج دانة داني جنم مالني الحقيقة اشتقني بخليد فروشي في بكري بلام چیه؟ بعضم اقربه و دی عذاب ریلای کبره. مشکل اینی. او کان نجیس، الان نجیسیش. و کو سگ. با شرط چی بی؟ محترم به شرع. ککلب صید یا زبل. و کو سگی صید یا زبل. زبل همان فضولاتی حیوانیه که با کودی زمین و شد استفاده لیک. اما اینجا تو آنی و دی عبی. زمان و دی لای تو آبی. بس بشرت شيء بمملوك محترم بمملوك يا محرز فلو كان غير محترم شرعا أما أجر شرعا محترم نبو كخنزير أو آلة لهو فلا يجوز إيداعه ولا استداعه أجر شرعا محترم نبو كبرازك يا وكو آلات موسيقى أما حرام إيداع واستداع إيداع كسبب وديعة دا ابن استداعش كسبب وديعة دوايك بيجي بخلايا من بوديعة ولا تنطبق عليه أحكام الوديعة أمانة أحكام الوديعة على سري منطبق نابن يتم طلعي بعدي ما يترتب على عقد الوديعة وبعد من إن شاء الله بو جلسي بعدي
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.